بين الآمال والمخاوف تباينت ردود الفعل على إجازة بريطانيا للقاح فايزر بايونتك. فالسلطات الصحية في البلاد أجازت الاستخدام وأعلنت خطة التلقيح في أنحاء البلاد اعتبارا من الأسبوع المقبل. الخطوة البريطانية وصفت بأنها لحظة تاريخية وأنها وضعت العالم على بداية الطريق للخلاص من الجائحة، ورأى فيها وزير الصحة البريطاني أنها بداية للغوث. وسرعان ما ظهرت ملامح ومراحل الخطة البريطانية وآليات نقل اللقاح المبرد، غير أن انتقادات طالت سرعة إجازة بريطانيا للقاح، أبرزها جاءت من واشنطن على لسان خبير الأمراض المعدية الشهير أنتوني فاوتشي بقوله إن بريطانيا لم تدرس البيانات عن كثب كما فعلت السلطات الصحية في بلاده. ورغم ذلك فإن أرقاما قياسية سجلتها رحلة البحث عن لقاح كورونا، إذ أنتج خلال 9 شهور وأجيز استخدامه خلال فترة أقل، بينما كانت بعض اللقاحات سابقا تحتاج إلى سنوات قبل أن تحقن في أجساد من يحتاجها. وما بين منتقد لسرعة إنتاج اللقاح وإجازته وتوزيعه ومتحمس لهذه الخطوة، يبقى اللقاح هو الأمل المرتقب لتحرير البشرية من قيود طالت أجلها. لم يعد سباق إنتاج لقاح مضاد لفيروس كورونا حديث الساعة، بل باتت إجازته الحدث الأبرز، حيث سارعت بريطانيا إلى هذه الخطوة وأصبحت الدولة الأولى عالميا في إعطاء اللقاح الألماني الأمريكي ترخيصا لاستخدامه وفق معايير نوعية. لقاح فايزر بايونيتك سيكون متوفرا في بريطانيا اعتبارا من الأسبوع المقبل، فالمملكة المتحدة تتصدر الدول الأوروبية بأعداد الوفيات بتجاوزها 60,000 حالة. البدء بالتطعيم سيشمل أنحاء المملكة المتحدة اعتبارا من الأسبوع المقبل، إذ إن فعالية لقاح فايزر بايونيتك تصل إلى 90% حسب ما أعلنت الشركتان. فمن جهتها صرحت الشركة الأمريكية أن إجازة استخدام اللقاح في بريطانيا تمثل لحظة تاريخية في المعركة ضد جائحة كورونا. على الجهة المقابلة من الأطلس تتركز الاستعدادات الأمريكية بشأن اللقاح بحصر بداياتها بعمليات تلقيح للعاملين بالقطاع الطبي ونزلاء دور الرعاية. اللجنة الاستشارية الأمريكية تقول إن الفئة المستهدفة لإعطاء اللقاح في الولايات المتحدة يبلغ عددها حوالي 24 مليون شخص، باعتبار أن هذا العدد يساوي من يمكن تلقيحهم خلال الشهر الجاري في حال تم إعطاء ترخيص للقاحات المأمولة. الآمال في ترخيص اللقاح تأتي في وقت تجاوز فيه عدد الوفيات العالمية حاجز 1.5 مليون، إلى جانب 65 مليون إصابة، بينهم 45 مليون حالة شفاء. مشاهدينا، قبل أن أبدأ النقاش أرحب بضيفي معنا من لندن عضو الكلية الملكية البريطانية للجراحين الدكتور بسام زوان، وأيضا معنا من شيكاغو أستاذ الأمراض الصدرية والعناية المركزة محمد زاهر سحلول. أهلا بكم. أبدأ مع دكتور بسام. دكتور بسام، يعني بالبداية كيف يعمل لقاح فايزر بايونتك؟ يعني ما هي الآلية التي يعمل بها داخل جسم الإنسان، ولماذا يعطى على جرعتين بدلا من جرعة واحدة؟ يسعد مساكم. ومساك يا هلا. الخبر السار هو صحيح انه نحن سنبدا الاسبوع القادم، وهو سيكون خبر سار للجميع ليس فقط للبريطانيين، لان الابروف او الترخيص هو بدايه الطريق. ساعطي فكره عن كيف يعمل لقاح فايزر بايونتك. هو تكنيك حقيقه جديد لم يستعمل على البشر من قبل، حيث يؤخذ جزء من الحمض النووي الار ان اي، يسمى المرسل يعني او الماسنجر، وهذا الجزء البسيط بيؤخذ من البروتين موجود على سطح الفيروس ويغلف بطبقه شحميه ويحقن ضمن الخليه، وهذا الحمض النووي او المرسال يدخل الى البلازما ويعطي اوامر لتشكيل البروتين اس، وهذا البروتين اس يسمى الانتيجين، يعني هو عدو خلق من هذا الكود الكود الجيني. وبالتالي الجهاز المناعي عند الإنسان يشكل الضاد، يتعرف على هذا العدو
ويحفظه في الذاكرة. عند دخول الفيروس الحقيقي، إذا تعرض الشخص فيروس حقيقي، فيكون جهاز المناعي متأهب و يعني يتعرف على هذا الفيروس ويقتله، بعكس بقية اللقاحات التي تعتمد على اللقاحات التقليدية بحقن فيروس مضعف أو فيروس ميت، ويدخل إلى ضمن الجهاز الخلية والجهاز المناعي يتعرف عليه، فهنا الأنتيجين أو العدو هو موجود، يحقن العدو، لا يصنع داخل الخلية. هذه هي عمل اللقاح فايزر بايونتك وموديرنا بهذا التكنيك، هو حقن جزء من الحمض النووي إلى الخلية. نعم، لذلك يحتاج إلى جرعتين. أكيد. بالنسبة للجرعات، هي الجرعة الأولى هي يعني استفزاز الجهاز المناعي والتحضير للأنتيجين، والجرعة الثانية هي خلق الأنتيباديز، وجهاز مناعي يعني يحتاج إلى فترتين، فترة للتصنيع وتصنيع الأنتيجين والتعرف عليه، والفترة الأخرى لصناعة الأنتيباديز الضاد تجاه. لذلك هناك حقنة وتليها في بعد 3 أسابيع حقنة أخرى. نعم، أنتقل إلى ضيفي من شيكاغو، أستاذ الأمراض الصدرية والعناية المركزة الدكتور محمد سحلول. دكتور محمد، يعني هل سبق للعالم أن أنتج لقاح مشابه للقاح فيروس كورونا المنتج من قبل فايزر وبايونتك؟ الحقيقة لا، يعني هاي أول مرة ينتج هذا اللقاح بهذه التكنولوجيا الجديدة، اللي هي إدخال المادة الجينية للفيروس أو لجزء من الفيروس، الميسنجر RNA، اللي بتعطي تعليمات للخلايا المناعية في الجسم لإنتاج البروتين S اللي هو جزء من الفيروس، وهذا يؤدي إلى المناعة المرتقبة. التكنولوجيا جديدة من ناحية اللقاحات، وإن كانت قديمة من ناحية استخدامها في الأمراض الثانية، ومن ناحية أيضا اختصار الوقت من 10 سنوات إلى 10 أشهر، كمان هذا أمر جديد. بس هذا لا يعني أنه هذا الفيروس أقل فعالية أو أقل أمنا من اللقاحات الثانية السابقة. والسبب باختصار المراحل واستخدام تكنولوجيا جديدة، هو مثل ما عم نعرف أنه هذه جائحة كبيرة جدا عمت كل العالم، أدت إلى وفيات كثيرة بمئات الآلاف والملايين، وأدت إلى يعني انهيار اقتصادي في دول مختلفة، أدت إلى تغيير حياة الناس في كل الدول المتقدمة وغير المتقدمة. فلا بد من استخدام لقاحات بشكل فعال بشكل سريع، وهذا أدى إلى اختصار المراحل اللي كانت 5 سنوات أو 10 سنوات إلى 10 أشهر. وهذا طبعا سببه التقدم العلمي، يعني القرن 21 في عندنا تقدم علمي في كل المجالات، أدى إلى إنتاج هذا اللقاح الجديد بالتكنولوجيا الجديدة في المرحلة القصيرة اللي بنعرفها. بس أهم شيء الحقيقة بالنسبة للمستمعين اللي يعرفوه، أنه من ناحية الفعالية هذا اللقاح فعال جدا، 90-95%، مشابه للقاحات شلل الأطفال، الحصبة الألمانية، اللقاحات الثانية اللي بناخدها من نحن صغار، مشابه من ناحية الأمان لمعظم هذه اللقاحات، رغم أنه الفترة اللي يعني بدأ فيها إنتاج اللقاح وتجريبه على آلاف الناس هي فترة قصيرة، عدة أشهر فقط، ولكن من ناحية الأمان والفعالية هي الحقيقة أرقام يعني جيدة جدا. من ناحية تأثيرات طويلة الأمد، هذا أمر لا نستطيع أن نقول طويلة من ناحية بعد سنوات من الآن ماذا سيكون تأثير الجانب للقاح، لأنه الأمر لا زال مبكرا جدا من ناحية يعني تقييم اللقاح على المدى الطويل. هناك لقاحات أخرى ستنتج ستبدأ في الاستخدام بعد أسابيع. نعم. غير لقاح الفايزر. نعم دكتور محمد، يعني هل يمكن أن نتحدث ونقول أن هذا اللقاح هو مغامرة؟ يعني كيف لا يمكن ضبطه خلال سنوات؟ يعني لا يمكن أن نقول أنه مغامرة، لأنه كل اللقاحات تمر بمراحل من التجارب ما قبل السريرية إلى التجارب السريرية. جرب هذا اللقاح على 42 ألف شخص، نصفهم أعطي اللقاح ونصفهم أعطيوا مادة مشابهة له بنسميها بلاسيبو. الناس اللي أعطوا اللقاح كانت إصابتهم بالفيروس أقل كثير من نسبة الناس اللي لم يعطوا اللقاح، فمن ناحية الفعالية فعال جدا.
من ناحية الأمان تأثيرات جانبية كانت قليلة جدا، اللي هي الألم في منطقة الحقن، بعض التعب 4% من الناس، بعض الصداع 2% من الناس اللي أخذوا اللقاح. ما في تأثيرات شديدة، ما في موت من الناس اللي أخذوا اللقاح، ما في إصابات مناعية شديدة من الناس اللي أخذوا اللقاح. فهذه ليس مغامرة، وإنما اختصار للمراحل السابقة في مراحل يعني أقصر، والسبب مثل ما قلنا انتشار الجائحة بشكل كبير. نعم، أنتقل إلى الدكتور بسام. دكتور بسام، يعني اللقاح جيني، يعني البعض يتساءل إذا ما كان هذا اللقاح سيؤثر على الجينات داخل جسم الإنسان. شكرا على هذا السؤال. حقيقة هذا السؤال اللي عم يسأل حاليا، أنه كونه لقاح جيني ماذا يؤثر على الإنسان؟ الحقيقة لا يؤثر على الإنسان. أنا بأخذ المعلومات المذكورة من الباحثين و يعني دارسي المناعة. يقول أولا البروفيسور لارسن، وهو المسؤول عن الأمان وأمان اللقاحات بشركة فايزر، بأن هذا اللقاح المأخوذ من الفيروس لا يؤثر على الدي ان اي عند الإنسان، فقط يعطي الأوامر لتصنيع البروتين الخاص بالفيروس. البروفيسور جيفري ألموند، وهو من جامعة أوكسفورد وعالم باللقاحات والمناعة، يقول حقن الار ان اي الحمض النووي المرسال الى الخلية البشرية لا يؤثر على الدي ان اي للخلية البشرية، وانما يعطي الأوامر لتصنيع البروتين اس الموجود على سطح الفيروس. وأيضا هناك خبراء ضمن الهيئة التنظيمية للدواء والمواد الطبية اللي هي البريطانية، اللي هي الـ MHRA، وهذه الهيئة هي هيئة مستقلة فيها علماء وفيها باحثين بعلم المناعة وعلم اللقاحات، وبالتالي لا يمكن أعطاء ترخيص لهذه الشركة أو لهذا اللقاح إذا كان هناك تأثير خطير على جسم الإنسان. أنا بدي أضيف فقط على ما قاله زميلي الدكتور سحلول، يعني أنه صحيح أنه نحن اللقاح اتبع كبقية اللقاحات مرحلة ما قبل السريرية ومرحلة السريرية، درس في المخبر ودرس على الحيوانات، ثم المراحل الأولى والثانية والثالثة كبقية اللقاحات. لكن المراحل ما قبل السريرية هي كانت أسرع لأنه تكنيك جديد يختلف عن البقية. اللقاح هو آمن في يعني خلال التجربة. نحن بدأنا بالتجربة الثالثة أو بدأ بالتجربة الثالثة على اللقاح بجولاي 27 تموز 2020، يعني نحن تفصلنا فقط 4 أشهر. خلال 4 أشهر أعطي اللقاح الحقيقي لعدد لا يقل عن 22 ألف. العدد الكلي هو 43 ألف، لكن نعرف نحن يقسم إلى مجموعتين، مجموعة تعطى اللقاح الوهمي ومجموعة تعطى اللقاح الحقيقي. خلال هذه ال4 أشهر بكل البيانات وكل الداتا لم تظهر أي آثار جانبية ضارة ناجمة عن هذا اللقاح، وهذا ما يعطي السلامة للفترة القريبة. لكن بالنسبة للفترة البعيدة، يعني هناك بنعرف في كثير لقاحات مع مرور الزمن قد هذه الأضداد التي تشكل ضد هذا الفيروس او ضد هذا الجين او ضد هذا البروتين قد تسبب احد امراض المناعه الذاتيه. نعم، وهذه يعني هذه لا يمكن كشفها في مرحله مبكره، يمكن متابعه اللقاح لفتره طويله، وبالتالي هذا الترخيص يسمى طارئ يعني وليس ترخيص دائم. لذلك الهيئه التي تعطي الترخيص مسؤوله عن مراقبة هؤلاء الذين أخذوا اللقاح لفترة طويلة، وباستطاعة إيقاف اللقاح في أي لحظة عند ظهور أي عارض سلبي. نعم دكتور، يعني بخصوص توزيع اللقاح، يعني اللقاح سيوزع بكميات كبيرة، يعني البعض يتحدث أن يمكن القول أن بريطانيا لربما تعجلت يعني بإقرار إعطاء اللقاح، يعني نتحدث عن تكنولوجيا جديدة وأيضا على فترة زمنية قصيرة لتجربة اللقاح. أخي حسين، الحقيقة هناك كثير، يعني أنا سمعت تصريح البروفيسور فوشي بأمريكا، سمعت تصريح الاتحاد الأوروبي أنه بريطانيا تسرعت. خليني أعطيكم بس يعني
مشان هذا اللغط الأخوة اللي عم يسمعونا، مشان ما نصير الخوف تجاه هذا اللقاح. ماذا اختلفت الـ FDA؟ لماذا طبعا هو لقاح أمريكي وألماني، لماذا الاتحاد الأوروبي تباطأ ولماذا الـ FDA تباطأت في إعطاء الرخصة؟ سأقول لك لماذا. الـ MHRA اللي هي الهيئة التنظيمية للدواء والمواد الطبية في بريطانيا تابعت الداتا أو النتائج من لحظة إجراء التجربة الثالثة خطوة بخطوة. يعني الدراسة بدأت مع بداية المرحلة الثالثة، وبالتالي كل الداتا مطلعة عليها. قدمت فايزر بايونتك الطلب الترخيص ب 23 نوفمبر، خلال أسبوع أعطي الترخيص. لكن الـ FDA بأمريكا لم تطلع على الداتا من بدايتها، وإنما قدمت الداتا بشكل باجج، فول باجج. وبتعرفوا أنه هذه الداتا لا تقل من نصف إلى مليون صفحة، يعني لا يمكن أعطاء ترخيص من الـ FDA لهذه الداتا خلال أسبوع ولا أسبوعين ولا أكثر. لا، يجب مراجعة كل هذه الداتا. وأيضا الاتحاد الأوروبي لم يطلع على التجارب من بدايتها، وبالتالي سيحتاج وقت على الاطلاع. لذلك الآن إذا لاحظنا منظمة الصحة العالمية ستأخذ ببيانات الهيئة التنظيمية للدواء والمواد الطبية في بريطانيا، وممكن أن تعطي ترخيص طارئ أيضا لاستعمالها عالميا، لأنها تثق بهذه الهيئة. هذه الهيئة لأول مرة تعطي لقاح، طبعا في 1200 موظف يتابع دراسة هذه البيانات من بدايتها، مشان ما نعطي فكرة أنه والله الهيئة البريطانية أو بريطانيا تسرعت بإعطاء الترخيص لبدء هذا اللقاح. هذه الفكرة يجب أن تفهم من الجميع. نحن مستعدين. إذا بتحب أعطيك يعني شو الاستعدادات، ولا بترك يعني الأمر لسؤالك؟ نعم تفضل دكتور، تحدث عن الاستعدادات، تفضل. نحن يعني الحقيقة مستعدين في الـ NHS، منظمة الصحة الوطنية في بريطانيا، في مشافينا مستعدة لبدء الأسبوع القادم، بداية الأسبوع القادم. الكميات التي سوف تصلنا هي 800 ألف جرعة. سنبدأ بالتلقيح ضمن المشافي. تواجهنا بعض الصعوبات اللوجستية، تعرفوا أنه يعني كثير صعب الدور الرعاية للمرضى، يعني كبار بالسن، ونقل اللقاح إلى كافة المناطق ممكن نجد صعوبة. لذلك سوف يعتمد بعض المراكز وبعض المشافي وتنقل هؤلاء المرضى لمراكز معينة، عكس بقية اللقاحات يعني إلى أماكن حفظ معينة. بتعرف أنه هذا اللقاح يحفظ فقط في لمدة 15 يوم بناقص 70، وينقل يعني يحفظ بالبراد العادي لمدة 5 أيام فقط بين ناقص 2 إلى 8 درجات. لذلك هذه الصعوبة سوف تواجهنا. هناك استعداد كثير كبير، الكمية موجودة ببلجيكا ناو بمستودع لحفظ هذه اللقاحات، وتنقل برا وجوا إلى بريطانيا. وسنبدأ بإذن الله الأسبوع القادم في تلقيح. قسمت إلى مجموعات الناس اللي بدها تلقح. سنبدأ بدور الرعاية الطبية والمشرفين عليها كمجموعة أولى، وعند الانتهاء من هذه المجموعة سننتقل إلى الأعمار اللي فوق 80، وبالتالي بننزل درجة درجة، والكادر الطبي يكون في المجموعة الثالثة. ثم برأس السنة بإذن الله نتوقع بوصول كمية أكبر، وبالتالي سوف نبدأ بتلقيح أعمار تحت من 50 والأعلى، والأعمار الصغيرة التي لديها أمراض مزمنة. نعم، أنتقل إلى الدكتور محمد سحلول. دكتور محمد، هل نتوقع إجراء أمريكي مماثل؟ نعم، الأسبوع القادم إن شاء الله في ديسمبر 10 ستجتمع لجنة الدواء والغذاء الأمريكية الـ FDA، وستقرر غالبا استخدام اللقاح نفسه الفايزر. وفي الأسبوع اللاحق سيتم اجتماع آخر وسيقرر استخدام لقاح الموديرنا. والتحضيرات على قدم وساق في الولايات المتحدة الأمريكية، وبدأ الحقيقة بتوزيع لقاح فايزر، وإن لازلنا يعني ننتظر القرار النهائي للجنة الغذاء والدواء، ولكنه يعني تحصيل حاصل.
نفس المعلومات اللي راجعتها وكالة الأدوية البريطانية راح تراجعها وكالة الأدوية الأمريكية، نفس العلماء من ناحية الثقة ومن ناحية القدرة على استهلاك المعلومات، حجم المعلومات الهائل بهالفترة القصيرة راح يراجعوا المعلومات وراح يتوصلوا لنفس النتيجة أن اللقاح فعال ولقاح آمن ولا يعني سبب للمخاوف. أهم الحقيقة عائق لاستخدام اللقاح هو الحقيقة ضروري للحد من انتشار المرض ومن الحد من الوفيات أمرين. الأمر الأول هو الأمر اللوجستي اللي ذكره الدكتور بسام، والأمر الثاني هو الخوف من اللقاح والحملات المغرضة من اللقاح، وهذا الأمر يجب أن نعمل عليه معا الأطباء والعلماء ورجال الدين والسياسيين والميديا للحد من مخاوف الناس من استخدام اللقاح، لأنه مثل ما ذكرت لقاح جديد تكنولوجيا جديدة وبسرعة قصيرة، فهذا الأمر هو العائق الأساسي في الولايات المتحدة الأمريكية وممكن في دول تاني من العالم. نعم دكتور، يعني بسؤال آخر بخصوص هذا اللقاح، يعني هل سيكون لقاح كورونا المعطى من قبل شركة فايزر بايونتك يعني هو لقاح يؤخذ لمرة واحدة، أم هو مشابه للقاحات أيضا لقاحات الإنفلونزا الموسمية مثلا؟ سؤال مهم جدا ولا نعرف الجواب إليه لحتى الآن، لأنه مثل ما ذكرنا هذا اللقاح جديد ولا زلنا يعني من ناحية بداية استخدام اللقاح في المرحلة الثالثة حتى الآن 4 أشهر فقط. المناعة كما أظهرت الدراسات لفيروس الكورونا ممكن تستمر على الأقل من 8 إلى 9 أشهر، ممكن لفترة أطول. غالبا اللقاح المناعة رح تكون أطول من 8 إلى 9 أشهر، غالبا لمدة سنة. وفي ناس وفي علماء عم يتوقعوا أنه لازم هذا اللقاح يعطى بشكل موسمي يعني بشكل سنوي، بس لحد هلأ ما عندنا المعلومات النهائية حول هذا الموضوع. نعم، إذن ضيفي أستاذ الأمراض الصدرية والعناية المركزة الدكتور محمد زاهر سحلول، شكرا جزيلا لك، وأيضا الشكر موصول لضيفي من لندن عضو الكلية الملكية البريطانية للجراحين الدكتور بسام زوان، شكرا جزيلا لكم.